سلام البنات، مرحبا بكم في وصفه جديده ديال كلاص وبنان اللي وصفه ديالها سهله جدا وفي متناول الجميع. كنحتاجوا لثلاثه ديال البنانات، كنقطعوهم طرف صغار بحال هذا الشكل هذا، وكنحتاجوا لي زيبلوك او اكياس بلاستيكيه باش نديروهم فيهم وندخلهم الكونجيلاتور، وكنخليهم مده 4 سوايع حتى 5 سوايع في الكونجيلاتور يتجمدوا. من بعد ما خرجنا لي بنان من الكونجيلاتور وخليناهم يرتاحوا واحد 15 دقيقة، ومن بعد غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي ونخلطهم غير بشويه، يعني تيولي الخليط ديالنا بحال هاد الشكل هذا كما كتشوفوا، كريم غلاسي يعني ديال الدار، احسن وصحي الاطفال والجميع. ومن بعد كناخذوه كنديروه في كؤوس او لي بول، ولكن من بعد بغيت نوريكم واحد الطريقه اللي سهله جدا للتزيين. بحال مثلا هاد لو بول هذا غادي ناخذوه ونغطسوه في السيرو تاع كيما حبيتو، يعني اي سيرو تاع الرمان ولا اي حاجه، حتى لا كونفيتور الا بغيتو تزينوا بها ماشي مشكل، يعني كيعطي مذاق زوين. ومن بعد كنديروه في السكر سنيده على هذا الشكل هذا، كيجي غزال في التقديم فوالا، بحال هذا الشكل هذا كيجي غزال في الديكور وفي التقديم. وكناخذو الشكل الثاني وكنديروا لا ميم شوز، يعني بحال كنغطسو في هذا السيرو، ومن بعد كنديروا في السكر على هذا الشكل هذا فوالا، كي كتجي الزواقه كتجي زوينه. ومن بعد كنديروا لي كوكتيل او اي حاجه اللي بغينا. وكاين واحد الطريقه اخرى اللي كيبغي جو دو سيترون، او المذاق تاع سيترون، كنديروا هذا الشكل هذا، كندوروا على الكاس ومن بعد كنديروا مباشره سكر سنيده على هذا الشكل هذا. ومن بعد ملي كتحطي الكوكتيل او العصير ملي كتشربي كتلقاي المذاق تاع الحامض كيجي غزال كذلك. هادشي واكلي كاين، وبالصحه والراحه البنات، وغادي نوري لكم الطبق الاخير. وما تنساوش البنات تدعمونا وتبارطاجيو مع صحاباتكم وديروا لينا لي لايك وابوني، وشكرا وبالصحه والراحه.